وللحديث حول قافلة العودة النوبية واعتراضات أهل النوبة على ضم أراضيهم إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي سليم عزوز. أهلا بك معنا أستاذ سليم. وكذلك أرحب بضيفي عبر الهاتف من أسوان الناشط النوبي مجدي الداوودي. أهلا بك معنا أستاذ مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مجدي، لعلك استمعت للتقرير وأيضا لكلام وزير الإسكان بأن أهالي النوبة يحظون بأولوية فيما يخص مشروع المليون ونصف مليون فدان، وده كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي كما قال وزير الإسكان. إذن أين المشكلة؟ ألو. أيوة أستاذ مجدي، سمعت سؤالي؟ نعم، مجدي الدبود من النوبة. أيوة أنا سامع حضرتك. ما هي يعني مشكلتكم مع الدولة طالما أن هي يعني ستحظون بأولوية فيما يخص المليون ونصف مليون فدان يا أستاذ مجدي؟ نعم، نرفض الأولوية، نريد الحقية لأبناء النوبة. تفعيل المادة 236 وماذا تقول للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان؟ الحقونا من دولة الظلم ومصر. شبابنا في الكيلو 43 محاصرين لهم يومين بدون اكل ولا ميه. طيب والضباط بيضربوا الشباب، 3 مصابين امبارح بالرصاص الحي. الشرطه العسكريه ضربت شبابنا في قريه اسمها الكرور، قريه نوبيه، والضابط اسمه هاني ابو علم. نريد المجتمع الدولي للدخول. الو. ايوه انا سامعك يا استاذ مجدي، تفضل. نريد المجتمع الدولي، نداء للمجتمع الدولي، الحقونا النوبه النوبه النوبه. السلام عليكم ورحمه الله، معكم الحاج وصل. طيب شكرا استاذ مجدي الداوودي من الناشط النوبي. ساعود طبعا لبعض زملاء بعض المشاركين معنا من أهالي النوبة، لكن أذهب لضيفي في الاستوديو الأستاذ سليم عزوز. تابعت هذه القضية وتحرك أهالي النوبة فيما يخص مطالبهم. الحكومة بتقول ما عندناش مشكلة، المشكلة دلوقتي أن احنا طرحين هذه الأراضي للجميع، لجميع المصريين، وسنعطي أيضا أولوية لأبناء النوبة. هو أنا أولا بس بتحفظ على كلام الأخ الذي كان يتحدث من النوبة على فكرة الاستعانة بالمجتمع الدولي ولا غير المجتمع الدولي، دي مسألة مرفوضة ابتداء. وهي على فكرة مثل هذه الدعوات ومثل هذا الكلام ومثل عملية الاستعانة بالمنظمات الخارجية وما ذلك كما تفعل منال الطيبي، هو الذي يعطي السلطة العسكرية طوال الوقت الحجج على انه النوبة يريدون الاستقلال عن الوطن وما ذلك، يعني يستخدمون ذلك أداة للتشويه. وانا تقريبا كتبت مقال في 2009 كان عنوانه النوبة واساطير الاولين، فيما يختص بفكرة انه التي تصدرها الحكومات دائما بانه النوبة يسعون الى انهم يعني يستقلوا وما الى ذلك. دي نقطة. النقطة الثانية انك انت ما ينفعش تكلمني على المليون ونص فدان انك هتدي فيه اولوية للنوبة وهي اراضي النوبة. يعني الفكرة هنا انك انت جاي تتحايل على قرارات قديمة بانه هذه الاراضي هي اراضي النوبة، وكان المتفق عليه طول الوقت يعني من 2004 تقريبا كان في اتفاق على اعادة بناء قرى نوبية. في 2004 كانت منظمة الفاو تبرعت ب 300 مليون دولار من أجل بناء مجموعة من القرى النوبية في سبيل عودة النوبيين إلى أراضيهم. اللي حصل بعد كده أنه يوسف والي خد هذه الأراضي وبعها في المداد العلني، والفاو سحبت الفلوس بتاعتها اللي هي 300 مليون دولار. اللي حصل في 2008 انه محافظ اسوان انه قال انه في 200 هيتبقى، يعني هو خلى يعني خصص 200 مليون جنيه من اجل بناء برضه مجموعه من القرى و10000 فدان حواليها على اساس يعملوا مشروعات صغيره وما الى ذلك. كل هذا الكلام ما حصلش ليه؟ لانه قال هذه الاراضي فيها الطمع، يعني كلما خصصت الدوله او السلطه مجموعه من الاراضي من اجل بناء اراضي للقرى النوبه وعوده النوبيين الى اراضيهم، يبدا مساله رجال يتدخل رجال الاعمال، فالسلطه تعمل مزاد على هذه الاراضي وتقوم بتسليمها الى رجال الاعمال. ومع طبعا ذلك يجي في الوقت ده يقعد يشنع ويقول لك اصله النوبه لما بيجوا يغنوا في افراحهم الاغنيه اللي بتبدا بعائدون يقصدون بها انهم يعني يسعون الى الاستقلال. طيب وما الى ذلك، يعني عمليه تشهير وتشويه لا اثاث لها من الصحه ولا محل لها من الاعراض. طيب سعود اليك استاذ سليم، لكن ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره الكاتب الصحفي مجدي شندي. ارحب بك معنا استاذ مجدي.
اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. طيب استاذ مجدي، من ضمن مطالب اهالي النوبه تفعيل الماده 236 من الدستور اللي هي بتوصي باصدار قانون بانشاء الهيئه العليا لاعاده التوطين وتعمير وتنميه بلاد النوبه مره اخرى، لماذا لم تقوم الدوله بتفعيل الدستور في هذا السياق؟ بداية لا بد لأي منصف أن يقر أن هناك يعني ثمنا دفعه أبناء النوبة عبر تهجيرهم أكثر من مرة بسبب بناء سد أسوان وبعده السد العالي، ومن ثم فإن هناك ضرورة لإنصافهم سعيا لإغلاق الطرق على يعني كل دعوات تدخل المجتمع الدولي، لأن القضية النوبية من القضايا التي يجري تفجيرها بين آن وآخر رغبة في الكيد لمصر، وعادة ما تستخدمها أجهزة المخابرات الغربية باعتبارها أدوات ضغط. فنحن نريد من الدولة أن تنصف هؤلاء وأن تغلق الباب على ذلك. النوبيون فعلا يحتاجون إلى نظرة استثنائية من الدولة الآن، تلك النظرة التي عكسها دستور عام 2014، وبالتالي فإن طرح أراضي تشكى بهذا الشكل ربما فعلا هناك بعض الحق لأهالي النوبة أن يغضبوا بسببه، وواجب الدولة أن تحتوي مثل هذا الغضب وأن تحقق لهم مطالبهم، خاصة إذا كانت تحت شعار المواطنة وليس رغبة في انتزاع حق طائفي أو عرقي. أعتقد أن مصر ليست يعني من الممكن أن تؤيد مطلبا طائفيا أو عرقيا، لكن بمطلب المواطنة الدولة المصرية عليها أن تحقق مطالب أهل النوبة. طيب يعني لماذا حتى هذه اللحظة لم تتخذ الحكومة هذه الإجراءات يا أستاذ مجد؟ بل على العكس، إن هي طرحت 1.5 مليون فدان للجميع، لمن يشاء، نوبي وغير نوبي. بالتأكيد هناك خطوات كثيرة جدا يعني ينبغي أن تحدث إنصافا للنوبة وإنصافا أيضا لكثير من المناطق المحرومة في مصر. ربما الدولة لا تستطيع الآن توفير موازنات للدخول في مشاريع كهذه، ولكن فكرة طرح الأرض أن تكون هناك أولوية لأبناء النوبة، أن يمنح الشباب من أبناء النوبة خاصة ممن تنطبق عليهم الشروط العامة أرض في مشروع تشكي ب يعني طريقة ميسرة وبطريقة لا تفرض عليهم يعني أن يكونوا بعيدا عن ذلك. يعني فكرة أن أنا أطالب كل شاب بأن يدفع 200,000 جنيه ويكون ضمن شركة من 5 أفراد، يعني أعتقد أن هذا يمثل عبئا ثقيلا لا يجده كثير من الشباب المصري الذين يعانون البطالة. أستاذ مجدي شندي، أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك مرة أخرى، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من مقر الاعتصام المحامي محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي العام. أرحب بك معنا أستاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. نعم، هل لك ان تطلعنا سريعا على ما حدث مع قافله النوبه التي كانت متوجهه الى اراضي النوبه في ناحيه تشكي؟ والله الموضوع بيتمثل في ان احنا فوجئنا ما بين يوم وليله بطرح 110 الف فدان في مشروع المليون ونص فدان. واول ما بصينا على الخرائط وطرقات الشروط اللي نزلت، فوجئنا بان المنطقه النوبيه اللي هي بتقع ضمن الاستحقاق النوبي الدستوري اللي هو الماده 236 الانتقاليه، فوجئنا ان الارض المطروحه للبيع في مشروع المليون ونص فدان اللي تابع لشركه الريف المصري دي اساسا اراضي نوبيه المفروض ليها، يعني هيبقى الاهالي النوبه الحق في العوده ليها من خلال تطبيق نص الماده 236. طبعا احنا يعني كنا حابين ان احنا نوجه رساله للنظام، رساله اجتماعيه، قلنا هنطلع بقافله اجتماعيه للارض النوبيه عشان نقول هناك ان الارض دي نوبيه وان ما تفعله الحكومه المصريه ده يخالف الدستور. اتحركت القافله وسط اجراءات امنيه مشدده في كل كمين، بتتصور البطائق وبتقف العربيات بالكامل، مضايقات امنيه،
اخر حاجه الكمين الاخير كان محطوط لنا في وسط الصحراء ما بين اسوان ابو سمبل في منطقه ما فيهاش شبكه، ما فيهاش انترنت، ما فيهاش اي حاجه. الضباط اول ما بنسالهم طب انتوا بتحتجزونا ليه؟ وقفتونا ليه؟ قالوا والله احنا جالنا تعليمات بكده. قلنا لهم والله احنا من حقنا حق اي مواطن في مصر في التنقل، ماده 62 من الدستور بتحقنا بكده. وجانا بانهم بيقولوا لنا اعتبروها زي ما تعتبروها وانتم مش هتتحركوا من هنا. وما زلتم في نفس المكان حتى هذه اللحظة. طيب لعل هناك تساؤل أستاذ محمد، لماذا لا تلجأون إلى الطرق الرسمية؟ مجلس النواب مثلا هو الذي يعرض مشكلتكم ويعرض مطالبكم أولا، فإذا لم يكن هناك حل تبدأون في الاعتصامات أو غيره. يعني حضرتك عندنا نائب اسمه النائب ياسين عبد الصبور وطرح الموضوع في المجلس وللاسف ما فيش مردود ولا في اي حاجه. هي شركه تبريد المصري استولت على الاراضي بدون حق وطرحتها للبيع بدون برضه حق. فمن ثم احنا لما نتكلم في الطرق القانونيه نتكلم في ان شركه تبريد المصري قبل ما تاخد اساسا احداثيات المكان او الدوله تخصص لها احداثيات المكان ده المفروض هم اللي يشوفوا كويس الخرائط دي تدفع حد، هل هي ملكية لحد، هل هي ضمن حاجة في الدستور؟ للأسف الكلام ده ما بيتطبقش. نعم. وبتتفاجئ في الآخر بحاجات بتؤدي إلى يعني اللي حاصل دلوقتي احنا عندنا. أستاذ محمد أرجو أن تبقى معي سأعود إليك. أستاذ سليم، البعض يرى في مطالب أهالي النوبة تمييز لجزء من هذا الشعب، تمييز غير جيد وغير إيجابي من وجهة نظرهم. وأنا حتى قدامي بيان من ما يعرف بالقبائل العربية في أسوان بتطالب بعدم تمييز أهالي النوبة عليهم. شوف هي دي اللعبة الأمنية اللي هي عملية تحريض ناس على ناس، تحريض قبائل على قبائل، وتحريض فئات مجتمعية على فئات مجتمعية. يعني أنا طول الوقت النوبيون يطالبون بحق العودة، حق العودة إلى قراهم. يعني المسألة هنا ليست مسألة تمييز وليست مسألة أن النوبيون يطلبون لبن العصفور أو أنهم يريدون حقا ليس حقهم. دول ناس أساسا كانوا موجودين في منطقة تم إجلائهم من هذه المنطقة ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات قبل ثورة يوليو ومرة بعد ثورة يوليو. خزان أسوان في البداية ثم بناء السد العالي، هم يريدون الآن بعد أن استقر منسوب المياه، مش الآن يعني قبل الآن بعشر 15 سنة، أنه بعد أن استقر منسوب السد العالي أنهم يرجعوا أن يعودوا إلى قراهم. المسألة هنا ليست تمييزا لهذه الفئة من أبناء الوطن، وليست إنما هي في نقطة مهمة جدا اللي هي عملية الجهل بهذه القضية النوبية. بيترتب عليها أنه يسهل للأنظمة المستبدة أنها تشوه في معالم هذه القضية فتدفع بهؤلاء الناس الذين يعني تجمع القبائل العربية في أسوان من أجل أن يطالبون بهذا الحق. يعني السيسي بدأ يعني في فترة ولايته حقيقة أو قبل هذه الفترة في الدعاية الانتخابية بعملية إحداث فتنة ما بين القبائل. النوبة كان أحد هؤلاء القبائل والهلالية، احنا كلنا نذكر هذه الفتنة التي بدأها. هو يريد أن يحدث هذه، هو ما كان محتاج حقيقة النوبة لمسافة السكة، لأنه النوبة كانت من القضايا التي استخدمت في إطار ايضا الهجوم على الرئيس محمد مرسي من خلال تشكيل ما سمي بكتالة وقال لك هنستخدم العنف ضد الدولة وما الى ذلك. ويعني كان جم هنا نصوا على هذه الحقوق في الدستور ثم بعد ذلك لحت هذه الحقوق كما لحت حقوق كل المجتمع المصري. استاذ مجدي، قافلة من ابناء النوبة بتتوجه، استاذ مجدي الشندي، تتوجه الى تشكي بشكل سلمي وشكل اجتماعي كما قال الاستاذ محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي العام. لماذا يتم منعهم عدم استكمال القافلة لمسيرتها او يتم حتى الاعتداء عليها كما سمعنا يعني من قبل الحكومة؟ شوف العقلية الأمنية التي تتدخل في مسار كثير من الأحداث تضر أكثر مما تنفع، بما أن هذه يعني تظاهرة سلمية وتعبير واحتجاج سلمي لا يمكن أن يضر الدولة في شيء، كان أدعى بأجهزة الأمن أن تضع لها يعني مكانا تتظاهر فيه وأن تحميها وليس أن تمنعها حتى لا تكبر المسألة. التظاهر حق دستوري والتعبير عن الاحتجاج يعني حق تقره القوانين ويقره الدستور، وفي مناطق يعني لا يمكن أن يؤدي إلى تعطيل مرور أو تعطيل مصالح الدولة أو خلافه،
وهي أداة ضغط حاول النوبيون استخدامها حتى تلتفت إليهم السلطة، وبالتالي كان هناك ضرورة أن تنتبه الأجهزة المحلية إلى أن هناك غضبا ينبغي احتوائه وليس قمعه طيب ولا التصدي له يبقى سؤال على استاذ نحو مجدي، ما يجري. يبقى نعم سؤال اخير، لماذا حتى هذه اللحظه لم تتفاعل الدوله مع مطالب النوبيين او حتى مع هذه القافله ولو حتى ببيان لهؤلاء الناس؟ يعني اليسوا مصريين؟ يعني انا اظن ان الدوله في خلال الساعات القليله القادمه لا بد ان تتدخل، لان يعني في مثل هذه الازمات يخرج المغرضون، كما سمعنا الأخ الذي أجرى مداخلة معكم وطالب بتدخل المجتمع الدولي، كما أنه لو كان هناك ظلما بشعا يقع عليه في بلاده ولا يستطيع رده، النوبي هو مواطن يحظى تمام. بحقوق المواطنة، وإذا كان هناك تدخل أمني لمنع مظاهرة وغيره فذلك يقع على معظم شكرا. المصريين بمسلميهم وأقباطهم ونوبتهم وبكافة تشكيلاتهم، ومن ثم فإنه يمكن حل المسألة داخليا ولا ضرورة للاستنجاد وبمجتمع دولي، ولا إثارة نعرات ولا خلق مشاكل من فراغ. بالتواصل مع السلطة أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى حلول مرضية لكافة الأطراف. طيب ابقى معي استاذ مجدي، لعلك الحقيقه قلت كلام اعتقد يجب ان يرد عليه من قبل الاستاذ محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي العام. يعني الاستاذ مجدي شندي بيقول لكم التواصل الجيد مع الحكومه من وجهه نظره سياتي بانعكاسات ايجابيه على القضيه النوبيه، هل تتفق معه في هذا الطرح استاذ محمد؟ احنا تواصلنا التواصل جيد من 2005، وللاسف احنا ما شفناش حاجه لحد دلوقتي، بنطالب بحق العوده النوبيه وللاسف لحد دلوقتي ما شفناش حاجه. طيب التواصل هو مجرد طاوله مفاوضات ليست اكثر للمماطله. طيب اذا ماطلت الحكومه من وجهه نظركم اكثر من ذلك، ماذا انتم فاعلون؟ يعني هل لديكم تصعيد ما ستقومون به؟ احنا في الوقت الحالي هم عاملين لنا كماشه، يعني احنا قاعدين في صحراء وقدامنا كمين ورانا كمين ومنعين عننا الطعام والماء، بقالنا يومين دلوقتي في الوقت الحالي، ومنعين اي حد يدخل في المنطقه اللي احنا موجودين فيها للاسف الشديد، يعني على الرغم ان يعني الطريق ده طريق دولي المفروض ان هو طريق بيوصل ما بين مصر والسودان. احنا يعني احنا تصعيدنا ان احنا مستمرين لحد ما القرار يصدر بسحب كرست الشروط الخاصة بمشروع 1.5 مليون فدان الخاص بتشكى فرجندي، وإلغاء القرار أو تعديل القرار 3/4 لسنة 2014 اللي هو القرار اللي تم استيلاء على 115 كيلو من الأراضي النوبية، وتطبيق نص المادة 236 وإنشاء هيئة إعادة تعمير للنوبيين. ده إحنا مطالبنا عدلة، مطالبنا دستورية في الأول وفي الآخر. وضحت الفكرة الأستاذ محمد عزمي المحامي ورئيس الاتحاد النوبي العام، كنت معي عبر الهاتف من أسوان. الآن مشاهدينا الكرام تحول زميلي عمر فياض يعرض على حضراتكم بعض من تعليقات مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي والأزمة النوبية في مصر. ماذا نعم لك؟ سألنا الجمهور عن رأيهم في تعامل الحكومة المصرية مع هذه الأزمة ومع المهاجرين من بعض الأراضي هناك، ووردتنا بالطبع العديد من المشاركات على صفحتين. وأبدأ مع فيسبوك، وأول المشاركات لعبد الله يقول يا ريت كان الشعب وقف مع الإخوان ودعمهم، كان زمانه واخد حقه وزيادة، هذا ما يراه في حال بقي الإخوان في الحكم كما يرى عبد الله. أما عمر فيقول والله رجال لا أعلم أيهما يقصد، المواطنون أم الحكومة. وليد يقول أظن ما فيش حد يقدر يلوم السيسي بعد ما عرض يبيع نفسه. ندب إلى الطالق التالي، أحمد البنا يقول إحدى نتائج ثورة الغلابة بيع النوبة وسينا، هكذا يرى الوضع. والتعليق التالي لفريد يقول مين قال إن مصر هتكون أرض لعيلة أو قبيلة؟ هنا له معنى في تعليقه. وفريد يقول طيب سؤال، يعني لو حصل حرب ناحية جنوب مصر مين اللي هيحارب؟ التعليق عفوا التعليق التالي سيد يقول أكثر أصوات هيصة للسيسي النوبة ورجالهم الجميل، وأخذ أراضيهم وسلمها للكبار. هناك كلمة غير مفهومة. ولكن ياسر يقول احذروا غضب الجنوب، فقد تأتيكم ثورة منها مثل ما يأتيكم منها النيل. ربط هذا الخير خير النيل
بوجود الرجال هناك في جنوب مصر. ومحمد يقول هاي موتكم زي ناس كتير قوي، ربنا معكم. أنتقل الآن إلى تويتر بعض ما لي من التغريدات في نفس الإطار، وهذه التغريدة لهذا الحساب يقول: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على كل شبر من أراضي النوبة ونيلها ونخلها وجبالها أيضا، هو من أراضي النوبة هناك يبدو. إذن هذا المشارك. وهذه التغريدة لعصوم يقول: ولنا وطن اسمه النوبة، يراه كوطن خاص به ليست مجرد أراضي. إذن هذا الحساب يقول: النوبة باختصار السيسي بيكمل بيع مصر، النوبيين عملوا قوافل العودة النوبية لرفض بيع 1.5 مليون فدان، الجيش اللي هيحمي الأراضي ضرب رصاص لبيع الأرض أو ليبيع الأرض كما يرى صاحب هذه التغريدة. وساندر يقول: النوبة أرضنا ومش هنتنازل عنها. إذن هو من أهالي النوبة، من المشاركين معنا. وآخر هذه التعليقات لهذا الحساب يقول: اندهشت أن في ناس من مدى عبوديتها للظالم بتهاجم أهالي النوبة المظلومين، النوبيين أرضهم حقهم وجانب المظلوم دايما أمان. أختتم بهذه التغريدة وأعود مرة أخرى إلى الزميل أحمد. إليك. أشكرك شكرا جزيلا زميلي عمر فياض، ومنك أعود للأستاذ سليم عزوز. وتوقعاتك للأزمة القائمة الآن بين أبناء النوبة وبين الحكومة، عن ماذا ستسفر؟ هو ده من مجدي شندي قال أنه خلال ساعات الدولة عليها أن تتخذ قرار وأنها سوف تتخذ قرار. أنا بجزم لك الآن أنهم لن يتخذون قرار بحل المشكلة النوبية، لأنه دايما العسكر بينظر إلى عملية التنوع على أنها تمثل خطرا على الأمن القومي. يعني فكرة التنوع بين الشعب الواحد دي من خلاله عملية خطر، يعني البدو في سيناء خطر، النوبة في الجنوب خطر، كل حاجة بالنسبة لأي حكم سلطوي عسكري بينظر عليها خطر. أنا أقول أنه ربما يحاول النظام كما حاول كان يحاول نظام مبارك طول الوقت انه يعني يستأثر بمجموعه من النوبيين اللي كان بيعمل منهم المجلس المحلي ويرشح منهم عضو في مجلس الشعب وما الى ذلك من اجل تمويت القضيه النوبيه او الغلوشه عليها. لكن فكره ان يحل هذه الازمه هو اقل من ان يحلها واضعف من يحلها، وليس في نيته رغبه من اجل حل القضيه النوبيه. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سليم عزوز، كما أشكر أيضا ضيفي عبر سكايب من القاهرة الكاتب الصحفي مجدي شندي. مشاهدينا الكرام، فاصل ويواصل زميلي محمد دحو في قراءات النافذة وفيها: لقاء مع الجريح الفلسطيني أحمد السوافيري الحاصل على جائزة إنجاز العمر لعام 2016.